أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم في من ينفث في الماء من أجل الرقية؟ فهل هذا يعد من المكروهات؟ لا، النفث في الماء من أجل الرقية هذا ورد في الحديث، وهذا من باب العلاج والرقية لا بأس به، لكن ما هو بيتفل فيه، لأن بعض الناس يتفل في الماء يقول هذه رقية، لا، ينفخ فيه نفخ فقط، ما هو بيتفل فيه. نعم.